الشباب بيدوروا على الكاس، يعني ابطال يستحقوها بصراحه. يعني كان نفسي اكون موجود معاكم واساعدكم، بس يعني ممكن الظروف ما مشيتش كويس او حاجات مش واضحه. بعدين ان شاء الله نوضحها في ظروف تانية، لان في المهم انك انت شخص يبقى عندك مشاكل، يعني محتاج ما تبصش لنفسك بس، محتاج تبص للفريق والنادي. الوقت ده اهم من طريقك كشخص. يعني ما نحبش نتكلم عشان ما نشوشرش على الفريق. يعني طبعا ممكن نتكلم فيها من موضوع الدوري، شايف ان دي بطوله مش صعبه ومش سهله. مش صعبه لو انت خدت كل ماتش بماتشه وركزت انك تكسب كل ماتش، سهل تاخد الدوري زي ما حصل السنه اللي فاتت. كان بيع عندنا 7 ماتشات والحمد لله الناس كلها اتجمعت، وانت من كده الوقت متجمعه وكويسين مع بعض، قدرنا نكسب بطوله بظروف استثنائيه. لكن لو هي الموضوع انت شايفه سهل، هيبقى صعب انك تكسب الدوري. لو سهل، لو انت ضمنت انك تكسب الدوري من دلوقتي، فانت خلاص مش هتكسب حاجه صدقني. انت دلوقتي ما شاء الله كسبت البطوله بظروف استثنائيه، وحققت نجاح كبير برضه في الوضع الصعب النادي والفريق اللي بيمر فيه. فشوف لو انت السنه دي ان شاء الله ربنا كرمك وحققت الدوري، فده مش انجاز، ده اعجاز. كان غصب عني، اتمنى ان انا ساعدك، لكن انا عمري والله لا عمري لا هرب ولا اتضايقت اصابه ولا اتمرضت. تعرفوني بقى 7 سنين او 8 سنين، ندي كل حاجه في الملعب بره الملعب، نساعد كل الناس من قلبي. فاتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نشوفكم على خير.